أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن يقول الرجل لك ذبيحة إن أنت فزت علي في هذه اللعبة؟ لا، ما يجوز المراهنة، أخذ المال بالمراهنة، لا الذبيحة ولا الدراهم ولا غيره، هذا من القمار من الميسر. جميع المراهنات التي يؤخذ عليها مال هذه ميسر، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هذه الثلاث لأنها تدريب على الجهاد، على الرماية، على ركوب الخيل، على ركوب الإبل، هذه من أدوات الجهاد، فيجوز أخذ السبق عليها وأخذ الجائزة عليها. وأما ما عداها من المراهنات فإن أخذ المال عليها حرام، وهو من الميسر والقمار. نعم.